القرآن الكريم من آيات الله البينات لما تيسر من سورة النحل. نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل بالروح من أمره على من يشاء من عباده. على من يشاء من عباده أن أنذروا. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. الله أكبر. الله أكبر. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله أكبر. الله يرضى
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والقيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شراب
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات. وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟
أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا ليحملوا
ليحملوا ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم قد مكر الذين من قبلهم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين
صدق الله العظيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمتعتم بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النحل، وقد تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك في هذه الساحة المباركة، مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة.